قوم طالعه وشفه ايدي وعاتيه وتقليت التقليه ورز اهو كده عاتيه احمر كده. حطيت بتاع الورق بتاع ده الشبت الكزبره والبهارات اللي عندك بقى زي ما انت عايزه تحطي. عايزه تحطي بخار كمون كزبره فلفل شطه اللي انت عايزه تحطي وبفرش الحلايه كده شويه شبت وقرن فلفل وبصل اللي عندك برضو حطيه اللي عندي اي حاجه حطيه في ارضيه الحل. اما بيبقى عندي ورق كرنب بحط عنقه لان بتبقى حلوه برضو يعني بصلايه مقطعه حاجه مقطعه. المهم ان انت ما تقدريش حاجه العيشه غاليه والدنيا ما الناس مش عارفه تعيش ازاي. فاوريكم بقى طريقه حشي بقى المثلثات عشان ايه تعملوا المحشي المثلثات. انا بصراحه ما تقولوش بقى يا ويا لا انا كده المحشي بتاعه بايدي بالف هنا وصحه وعافيه لله ياكل. ده المثلث هو اهو ده محشي الخاصه اهو طبعا هنرص هنا اهو ما شاء الله عليه بالف هنا وصحه بقى عشان انا كده كملت لكم حله المحشي بس هخلص وارصها لكم. انا بس عايزه اعلمكم ازاي تعملوا مثلث اهو 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 قعدت اعلمه لنسوان ولادي اللي محدش عارف يتعلمه. مراتي ابني احمد لكن بنتي بتعمله يعني ورده من امه كده. لكن انا بقى احمد ما يحبش ياكل المحشي الا من ايدي وعايز المحشي ياكل اي جامده يعني عايز المحشي ما يكونش معجن. عايز المحشايه تخبطها في الحيطه ترد بالمعنى الصحي الفلاح للفلاح بتاعنا. طبعا المحشي ده هون في واحد جالي من القاهره والله قريبنا ربنا يبارك فيه يا رب كان بيحسبني ببيع محشي. كنت منزله حلقة محشي على الفيسبوك وفكر ان انا ببيع محشي فبلقيته طالبني بيقول لي هاتي لي حلقة محشي وده كان بقى. قال لي والله بتكلم جد. قلت له لا ده انا عامله لي الاكل بتاعنا. انا قلت بقى يعني قلت اما اشوقكم للمحشي والفسيخ بتاعنا ان شاء الله بقى خلاص كل سنه وانتم طيبين صوموا ثلاثه البيض واللي عايز ياكل فسيخ يبقى ياكله بقى يوم السبت ان شاء الله. لو اللي صايم واللي عايز يفطر فسيخ بيفطر اللي عايز يفطر اللي ببيع طول النهار ما شاء الله الحمد لله احنا اسعارنا جميله وكل اللي بيجي اللي عايز ياكل فسيخ بياكل اللي عايز ياكل محشي بياكل ويا رب يجعلوا كل الاكل اللي الناس بتاكله بالهنا والعافيه. والله ما في زي الصحه ابدا. الصحه دي شيء جميل قوي 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 ربنا يبارك لنا فيها وما يجعل لنا دكتور يحرمنا من اكل لاني برضو حرمان الاكل ده حاجه صعبه يعني ما يبقى معاك فلوس وما انتش عارف تاكل حته جبنه نفسك فيها يعني حته جبنه حادقه بتاع الفقر من نفسك تاكلها بس ما انتش عارف تاكلها. انا برص الحل اول اوريكم الاخر بقى ولا مش عارفه اعمل انا ما اعرفش بيعملوا ايه بصراحه بس انا قلت اما اوريكم يعني واحده اتنين تلاته كده عشان تعرفوا اعمال المحشي ده. على فكره جميل جميل. اسالي الولد اللي بيصور ده حسن والنصح قولي له انت بتاكل محشي اكلت محشي زي اللي بياكله من ايدي ما كلتوش في تاريخ حياتي. لا لكن باكل محشي ما كلتوش في تاريخ حياتي هو محشي الله. بص ملح المحشي والله بطلع اوزن واجي يعني اجي لي زبون بس محمد بره دلوقتي استغلتها فرصه بقى قلت له اخش الف بقيه المحشي واللي بيجي بقى اوزن له يعني انا عايزاكم. بصي دي طريقه المثلث ده جميل قوي. انت اكلتي محشي مثلث ده بصي حاجه لا يتخيلها بشر. محشي المثلثات ده محشي محشي عشان تسموه محشي برضو بعمله صوابع يعني هو برضو يعني عايزين تعملوا صوابع الصوابع بتاعنا هي برضو بعرفكم اهي بس الصوابع بتاعنا ده المحشي الصوابع اهو. طبعا الفرشة الحلة اهي ولازم تكون اوريكم بقى محشي البصل اتحشى ازاي. بصوا ده محشي البصل طبعا انا بسلق البصل اهو وبقوم فاتحه مقوره البصلايه كده من النص واقوم شقام الجنب واقوم سلقاه على النار بشويه ميه. وطبعا انت بقى تبع ما انت عايزه المحشيه بتاعتك تبقى صغيره يعني في ناس بتفضل
المحشيه بتاعته كده، وفي ناس بيعبوه وحايد كده. بس انا الحته الطرفانيه دي انا دايما بسيبها على اساس ايه تبقى ماسكه البصله ما تعملهاش. شوفوا هي بتبقى كده البصله اهي، بتطلع شكلها جميل قوي، طعمها احلى واحلى واحلى واحلى، بتبقى حلوه والريحه بتاعتها حلوه. انا بموت في محشي البصل، لما اكون عايزه اعمل محشي ما عنديش اي حاجه بقوم عامله محشي بصل، اقوم جايبه بصلتين وعاملاهم اهو. ما بقولكيش لا، مشارتش كروم، لقيتي الكروم غالي اعملي بصل، لقيتي البصل غالي اعملي كروم، المهم اللي انت تاكلي. والله اللي بيتاكل في الصحه حلو، واللي غلى بقى ربنا يرخي قوت المسلمين، بس الناس والله ربنا ما بينسى حد. والعيشه الحمد لله ربك بيرزق كل حاجه. شايفين ده محشي التعاون، وباذن الله اول ما اخلص الحله واسويها انا هوريها لكم، اول ما اخلصها برده في الاخر كده هوريها لكم بعد ما لفتها خالص وعملتها. بس انا حبيت ان انا اقول لكم اي طريقه لف المحشي ولف الورق اللي حجبه. يعني اهي شايفين اهو، بتقطعي البصلية كذا كذا واحده، بتاكلي طعمه جميل 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 خالص اهو، تبقى حلو ومحشيه بتبقى شكلها حلو. للي ياكل وهنا وعافيه، واعمل لحد ما اخلص بقى.